الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي من خلال هذه الفقرة موضوع يهم كتير جدا من البيوت المصرية والعربية بشكل عام، وبيشكل هاجس ومخاوف وقواسم مشتركة من الشكاوى لدى الكثير من أولياء الأمور. وفي بعض الأحيان بتبقى المشكلة مش عند أولادهم قد ما بتكون عند أولياء الأمور نفسهم، وطبعا دي نقطة أكيد هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة. الألعاب الإلكترونية اللي هي موجودة على الموبايل وعلى أجهزة اللابتوب والتابز والنوع ده من الأمور، خاصة الألعاب القتالية، حقيقي بقت بتشكل كابوس، وبنسمع كل فترة والتانية عن حادث حصل بسبب اندماج الطفل مع النوع ده من الألعاب. هنتكلم إزاي نقدر نقوم سلوك الطفل للصح ونوجهه لأنه هو يلعب رياضة، وإزاي كمان نقدر نحميه من الإدمان الإلكتروني. معانا دكتور محمد هاني وهو استشاري الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال. صباح الخير على حضرتك ومنور الدنيا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير طبعا على قناة الأهلي العظيمة وكل جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله نقدم للناس معلومات مفيدة النهارده. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. موضوع مهم جدا وملف يمكن مش أول مرة يطرح، ولكن احنا هنأمل إن شاء الله إن في الفقرة دي نلاقي يعني إجابات لكل طبعا التفاعلات اللي حصلت، لأن احنا كنا عرضنا سؤال في بداية الحلقة النهاردة، أنتوا مشاكل حضراتكم إيه؟ ابعتوا لنا، هيكون معانا متخصص في الفقرة الحوارية وهنجاوب إن شاء الله على أسئلتهم كلهم. ولكن أنا هبدأ مع حضرتك برضو، أنا كان نفسي الملف ده نتكلم فيه في الصغيرين أو يعني الأولاد الصغيرة والكبار، لأن أعتقد دي مشكلة مش بتمس فقط فئة معينة، ده كلنا حتى احنا منهم. انا بعترف يعني انا برضو عندي ادمان للموبايل ما بنسيبوش من ايدينا تقريبا، فدي مشكلة. ده ممكن يكون يعني بيعمل لنا مشاكل كمان صحية، بيأخرنا في حاجات كتيرة ممكن الوقت ده نستفيد بيه. خلينا نسمع من حضرتك. يعني طبعا مشكلة استخدام الموبايل عموما اصبحت مشكلة خطيرة على الاطفال والمراهقين والكبار بالظبط، وهو نوع من انواع الادمان، إدمان استخدام التكنولوجيا الحديثة. وزي ما أنت شايف حضرتك إن كل يوم التكنولوجيا بيحصل فيها تطور بيخليك حتى مش تاخد الفرصة أو القرار إن أنت تبعد، تلاقي شغلك، تلاقي أعمالك، تلاقي حتى التعليم بقى أونلاين، حاجات كتير جدا. بس طبعا الاستخدام المبالغ فيه بالنسبة للتكنولوجيا أضراره السلبية كبيرة جدا بنسبة 80% و20% إيجابي. أول حاجة إن خلينا نقول إن هو بيخليك إن أنت تتنازل عن مهام كتير في حياتك. الألعاب الإلكترونية أو استخدام الموبايل بيخلي عندك نوع من أنواع الكسل والخمول، صح، إن أنت تباشر حياتك، أنت بتقعد عليه وقت طويل جدا، بتلاقي الوقت اتسرق منك، أنت مش عارف تنفذ أي حاجة، حتى بدليل أنت ممكن تبقى سايق عربيتك ماسك الموبايل بتاعك، أنت ممكن تعمل حادثة، ممكن تخبط في حاجة، ليه؟ لأنك أنت كنت ماسك الموبايل. ده ناس فقدوا أرواحهم يا دكتور فعلا عشان يعني الانشغال في الموبايلات ده كتير، نسب كبيرة. حاجات موجودة كتير. طبعا هو بيعمل تشتيت للتركيز، بيعمل اضطرابات بالنسبه للنوم. بس خلينا نقول ان الكبار شويه عندهم ممكن يعمل على نفسه كنترول، او ممكن ان هو يقدر يتحكم في الموضوع ده، او ممكن ان هو يستخدم على قد ما يقدر الجانب الايجابي شويه. القصه بقى اللي بتتعبنا كدكاتره في المجال قصه الاطفال وقصه المراهقين. كل الاسر بتشتكي انا عندي ولادي بيستخدموا الموبايل كتير جدا، وكان البدايه من الاول ان الام هي اللي بتسلم الموبايل لابنها على اساس ان هو يبعد عنها وما يعملش دوشه وان هو يقعد ساكت في مكانه، تحول مع الموضوع لادمان. ده ممكن يبقى بديل من قبل كده بمرحله، في امهات ولادهم مش بياكلوا غير وهم بيتفرجوا على هم حاجه معينه الموبايل. ومش بيناموا غير وهم فاتحين لهم حاجه معينه. مين اللي سلم الموبايل للولد؟ مين اللي عرف الولد ان في كرتون او في حاجه موجوده على الموبايل؟ الام. لا يا فندم معلش اختلف لو حضرتك تسمح لي، طبعا مش شرط الام، ممكن يكون الاطفال دول اتعلموا من بعض في المدارس، ممكن يكون انا بتكلم عن الولد اللي لسه ما دخلش مدرسه اللي هو بيبدا عنده اللي هو تحت السن من بدايه يعني سنه ونص وسنتين. أوكي. الام بتبدا تديله حاجه يسكت من خلالها، بعد كده الموضوع بيتحول معاه الادمان. هو ايه الاثار السلبيه اللي الام بتحس بيها؟ اول حاجه بيكسر الروابط العاطفيه ما بين الابن والاسره، ولو استخدمنا المعدل الطبيعي لاستخدام الموبايل هنرجع العواطف دي تاني، لان الاب هيقعد مع ابنه هيعرف كل تفاصيله وهيقدر يهتم بيه. الدراسات النفسيه الاخيره قالت ان استخدام الطفل للموبايل اكتر من 35 ساعه اسبوعيا يصيبه بالاكتئاب والعزله. استخدام الموبايل كتير بالنسبه لابنك بيزيده بالسمنه، ممكن هو قاعد ما بيتحركش، ما فيش رياضه، ما فيش اي حاجه، بيتخن وبياكل وهو ماسك الموبايل، ده بيأثر
على الحالة الذهنية بتاعته بعد كده. ممكن ضعف النظر برضه بتاعي. ده طبعا ضعف النظر، غير ان طبعا الأشعة اللي بتطلع من الموبايل بتضعف النظر، وهتلاقي اغلب الاطفال ابتدوا يلبسوا نظارات في السن ده. صح. ممكن توصل للتوحد لما يكون الطفل مبالغ قوي في ان هو عايش في عالم افتراضي وما بيشيلش عينه من على جهاز الموبايل. وارد جدا ان الطفل، بس لازم يكون عنده بوادر للتوحد. فهي لكن بتعمل... ده بيدعمها يعني. ده بيدعمها، لان طبعا انت العدوانيه اللي بتبقى موجوده داخل هذه الالعاب، يعني دايما اقول للناس خلي بالكم من المحتوى اللي ابنك بيتفرج عليه، العدوانيه اللي موجوده. ابنك بيتقمص هذه الشخصيه، دي شخصيه بتكون شخصيه غير حقيقيه، بيطلع بره للعالم الخارجي عايز ينفذ الشخصيه دي بكل مواصفاتها، وبيتقمصها حتى في طريقه كلامها، في طريقه شربها، في اي حاجه عايز يتقمصها. والشخصيه دي بتبقى شخصيه عدوانيه، او في شخصيات بتبقى شخصيات شريره موجوده داخل الالعاب الالكترونيه. ده غير ايه كمان، ممكن يكون في محتوى اباحي او جنسي او مخل بيتعرض جوه الالعاب الالكترونيه بهدف ان هو يعمل استماله لعقول الاطفال. وده بقى ملحوظ جدا في العالم كله في الفتره ملحوظ الاخيره، وكأن في مؤامره ما لتمرير امور معينه عند الاجيال. في بعض الحاجات بتنزل غير معتمده، فبتنزل للولاد، فبتلاقي مثلا اللعبه جواها حاجه او كلام ايحائي او جنسي الولد ما ينفعش ان هو يعرفه في السن ده. طبعا. فده بيأثر برضو على الحاله السلوكيه بتاعت ابني، وبتخليه ان هو بيكون اكثر عرضه للانحراف، او ان هو سوء الاخلاقيات عنده تزيد، لان هو عرف حاجات المفروض ان هو ما يعرفش يعرفها في السن ده. غير بقى حاله الاكتئاب اللي بتصاب ابني. ابني دلوقتي قاعد على الموبايل 24 ساعه، عايز ينام على الموبايل، عايز ياكل على الموبايل، عايز يصحى على الموبايل، ما عندوش اي تفكير في الدنيا على الموبايل. بس عايز اقول لكل اسره، قبل ما تفكر ان انت تمنع ابنك من الموبايل، فكر ان انت توفر له المواد البديله لاستخدام الموبايل. يعني ايه؟ ابنك دلوقتي انت بتقول له ما تستخدمش الموبايل، حاضر انا مش هستخدم الموبايل، ايه البديل؟ البديل لازم اكتشف كل الانشطه والمواهب والقدرات والامكانيات الموجوده عند ابني. يعني لو عنده موهبه رسم، انمي الموهبه دي واخليه يبدا يرسم، لو عنده موهبه في اي فن من الفنون اللي موجوده داخل البيت اخليه يعملها. غير ان ضروري ان انت تشترك لابنك في رياضه، في بعض الاسر ما بيكونش عندهم قدره ان هو يشترك لابنه في نادي او يوديه يمارس رياضه. حاول بقدر الامكان ان انت تمارس الرياضه دي داخل البيت. القصه كلها ان انا عايز ان ابنك يبعد بكل تفكيره وتركيزه على الموبايل، ونبدا نعمل معدل معتمد للاستخدام للموبايل. يعني مثلا على سبيل المثال، في بعض الاسر يقول لك ايه، انا بيستخدم العوامل التحفيزيه ان انت لو عملت الحاجه دي انا هسيب لك الموبايل. لا، ما ينفعش. صحيح. يبقى انا كده بعود الولد ان الموبايل ده مرتبط حتى كمان في اي حاجه حلوه انت بتعملها، في اي حاجه سيئه انت بتعملها، يبقى انا كده بعوده على استخدام الموبايل اكتر. انا ابدا الصح اول حاجه ان احنا نقلل ساعات استخدام الولد للموبايل. في بعض الاسر يقول لك انا مش قادر على ابني. لا، مفيش حاجه اسمها مش قادر. لو انت مش قادر تربي ابنك، ابنك هيربيك. دي قاعده كده حطها في دماغك، لو مش هتقدر ان انت تربي ابنك، ابنك هو اللي هيتحكم فيك وهيربيك. الولد بيكون عنده ذكاء كبير جدا يا كريم في المرحله دي، وبيعمل ايه بقى، بيبدا يوجهك للحاجات اللي هو عايزها. يبقى لازم يكون في تظبيط للمواعيد اللي بيستخدم الولد فيها الموبايل. ما اربطش الموبايل بقصه التحفيز، ان انا مثلا اقول له ايه، ان انت لو عملت الحاجه دي انا هديك الموبايل. لا، هو اصلا التحفيز في حد ذاته لما بيكون مع، يعني احنا دايما اللي انا بقراه يعني لازم الطفل مش يعمل الكويس عشان يفهم ان هو كويس ليه، مش عشان يبقى فيه ريورد او يبقى فيه حاجه هياخدها. في تحفيز اقوى من كده، يعني ما اربطش التحفيز عند ابني بحاجتين، بالماديات او أيوة بالحاجات اللي هي المحسوسه. اربط التحفيز بايه؟ بكلمات الشكر والثناء. صح. اللي بتدي نوع من انواع الاحتواء النفسي والدعم والسند. يعني مثلا اقول له ايه، انت جميل النهارده، انت كبير. اكلمه في حوار اكبر من سنه، واحسسه ان انا مهتم ان انا اخد رايه. انا كده بحفزه بطريقه. صح. معنويه مرتفعه نفسيه غير الحاجات التانية. لو انا ربطت مثلا التحفيز عند ابني بالماديات، ابني بعد كده هيتحول لانسان مادي جشع، اي حاجه هيعملها يقول لك انا عايز فلوس. لو انا ربطت التحفيز ده بالموبايل، بعد كده هيعمل اي حاجه هو مش مقتنع بيها، بس هو يعملها بمجرد ان هو يوصل لاستخدام الموبايل. هو بالمناسبه ابني ده المفروض ما اديلوش موبايل من الاساس، او ما اديلوش تاب او لابتوب او اي جهاز من الاجهزه دي، غير ابتداء من سن قد ايه؟ دي برضو قصه كويس. حاجتين مهمين جدا الناس بيستعجلوهم شويه. يعمل اكونت لابنه على الفيسبوك في سن هو عنده 3 4 سنين ليه؟ ايه الاستخدامات او ايه الميزه اللي هتعود على ابنك لما تعمل له اكونت وهو لسه في سن صغير؟ ليه تعرفه حاجات هو المفروض ان هو ما يعرفش ان هو يعملها؟ الحاجه الثانيه كمان، ان انت تبدا تدي موبايل لابنك، افرض لما
يكون في ظروف ان ابنك بعيد عنك وانت عايز تتواصل معاه تليفونيا مثلا، وعادي ان هو يكون متوفر الموبايل او التابلت، ما فيش مشكله، لان فيها جزء ايجابي بترفع المهارات الفكريه والعقليه والذهنيه عند الاطفال. بس الاستخدام المفرط في الشيء ده بيضر. نبدا من سن مثلا بعد الخمس سنين، اربع خمس سنين نبدا نتكلم ان هو ممكن يستخدم. وحاجه مهمه كمان، انا استخدم يعني هو بيستخدم الموبايل او التابلت كتير، الالعاب الالكترونيه اللي بيلعبها اركز على الالعاب اللي هي الايدوكيشن التعليميه، ادخل له الالعاب التعليميه. ليه؟ اخليه وهو قاعد، طالما هو بيستغل الوقت ده يبقى هو بيتعلم حاجه، بيتعلم مثلا في بازل، بيتعلم مثلا كلمات انجليش جديده، بيتعلم حاجات معينه، حاجات تنمي مهارات الفكر. ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ يعني اصلا عندي ولاد اختي هم الكيس دي فعلا، فانا بشوف اختي بتعمل ازاي على ارض الواقع. الكلام ده ما مش بيتطبق، يعني صعب يتطبق اولا لسببين لو حضرتك تسمح لي سريعا جدا. اول حاجه احنا نفسنا قدامهم ماسكين موبايل 24 ساعه، يعني ده رقم واحد، فهم شايفيننا بنعمل كده. رقم اتنين، لما هي هو عنده سبع سنين مثلا ابن اختي، بس مفيش مش هتعرف، لان هو بيلعب العاب معينه، هو داخل وعنده اصحابه اونلاين بيلعبوا مع بعض وبيقعدوا يزعقوا مع بعض. هو ده اللي انت بتتكلمي على الببجي بالظبط، اللي هو اللي انا مش عايزه اقول اسمها. بس انا بتكلم على ايه؟ لما فاهم ابني ان انت عندك وقت معين، يبقى هو هيدي الرساله لاصحابه ان انا يا جماعه عندي وقت مسموح بيه العب. هي في قواعد ونظم انا بمشيها، ولو الاسره ما عندهاش صبر في القواعد والنظم دي هي هتفشل اصلا في المعدل الطبيعي لاستخدام لابنها للتكنولوجيا. بعض الاحيان ممكن تلاقي اولياء امور معينين او اباء او امهات عندهم انطباع ان ابنهم طالما بيقعد للدرجات دي وقت طويل على اللابتوب او على الموبايل ان ده حاجه كويسه، من زاويه انه ممكن لما يكبر الولد يبقى بروجرامر مثلا، او يكون انترستد في دنيا الاي تي بشكل عام، وهم شايفين ان المستقبل في عالم الاي تي. فإلى أي درجة كلام ده شيء جميل جدا عادي. وده على فكرة أنا قلت إن في نسبة 20% بتعمل تنمية للمهارات العقلية والتفكيرية والذهنية عند الطفل، بس أنا بقول الاستخدام المفرط للشيء أكتر من حده بيديني أضرار سلبية أكتر. لازم الأسرة تبقى، أنا باكل كتير، جيت كلت كتير، هو الأكل هيعمل فيا إيه؟ هيضرني. الأكل طبعا مفيد في البداية، طب لما آكل كتير زيادة عن الحد هتضر. طيب دكتور محمد، خلينا نتفق على حاجه. يبقى احنا كده اول حاجه بتنصح بيها ان يبقى في عدد معين وسن معين علشان يبدا الطفل هنا ان هو يحصل على تليفون او ان هو يلعب الالعاب الالكترونيه، اكتشف انشطه بديله لابني يستخدمها، واقومه من حاله العزله اللي هو فيها، وابدا اخليه يبدا يتحرك ويكون في عوامل تانية يقدر يتعايش. دي نقطة كويسة، بس للأسف برضه هقول لحضرتك إن في يعني في كيسز أو في حالات يعني بيبقى بيتمرن وبيذاكر وعنده دروس وبرده عنده وقت يلعب، هتلاقي استخدامه مش هيبقى زي الاستخدام اللي قاعد فاضي، لان شفت قلت ايه؟ عنده تمرين، عنده مذاكره، بيفكر في حاجه معينه، هتلاقي استخدامه اقل من اللي قاعد فاضي وماسك الموبايل. وايه اللي حصل الفتره الاخيره؟ ما بقتش انا شخصيا يعني المشاهدات اللي من النوع اللي حكي لك عليها دي ما بقتش بشوفها كتير، ان انا اشوف طفل قاعد بيتفرج على فيلم كرتون. احنا كنا اخر الاجيال برضو تقريبا. ليه ما يعني ايه اللي استجد الاولى والحاجات طبعا اللي احنا كنا بنلعبها؟ اللي استجد ان اصبح ان التكنولوجيا هي البديله عن الحاجات الاعلام المرئي او الاعلام المسموع، فاصبح ان انت لما تحب عايز تشوف حاجه هتشوفها على الموبايل، فالابن بيطلع بيلاقي كل الوسائل دي متاحه، فما بيكلفش نفسه ان هو يتفرج على حاجه. طب احنا معانا بقى، لان كنا زي ما قلت لحضرتك يعني احنا طرحنا الموضوع في بدايه الحلقه وقلنا للناس تبعت وحضرتك بقى تجاوب، فنحاول نقرا كده كم مثلا تساؤل ورا بعض حضرتك تجاوب عليهم. استاذ رشاد بيقول صباح الفل عليكم، الالعاب اصبحت ادمان للاطفال، المفروض يبقى فيه رقابه من الاباء وساعات محدده للاطفال. حضرتك يمكن قلت اوريدي الموضوع ده. وغير كده كمان في حاجه مهمه ردا على السؤال ده، مراجعه المحتوى اللي ابنك بيتفرج عليه، يعني ما تسيبش ابنك قاعد لساعات طويله بيتفرج، لا راجع المحتوى واعمل سيرش على كل حاجه هو عمل عليها سيرش وشوف هو بيتفرج على ايه. ده مهم جدا. النقطه كنا بنتكلم فيها من شويه بعتها لنا الاستاذ احمد علاء، بيقول ابني ما بيرضاش ياكل غير لما بيشغل اليوتيوب ويسرح في الفيديوهات عشان يرضى ياكل، وكمان ما بينامش غير عليه، وانا خايف عليه من الموضوع ده، بس مامته عودته على كده. ما هو الموضوع تعود، يبقى لازم ان احنا نعمل علاج سلوكي ان احنا نقلل التعود ده ونرجعه لحالته الطبيعيه تاني، لان طبعا هيحصل له اضطرابات في النوم، هيحصل له ارق، هيحصل له حاله من السمن طبعا لانه قاعد فتره طويله. طب يبقى لازم انا عايز برضه اقول للاسر، في واحد يقول لك اصل ابني ما بياكلش على غير على اليوتيوب، لا هو لو جاع هيطلب اكل، لو قعد وساعه لما يجوع ورغبه الاكل هتبدا تشتغل عنده
هو هيجري ويفكر ان هو ياكل اي حاجه. ده انا ما باكلش غير على اليوتيوب. يعني خلينا بصراحه احنا اللي محتاجين كمان نشوف حل والله. استاذ ابو بكر جمال، احنا قلنا ابو بكر لا لسه لسه ازاي نقدر نساعد الطفل على منعه من استخدام الجوال اللي هو الموبايل يعني والالعاب، وايه هي البدائل اللي ممكن تخلي الطفل يستغنى عن الجوال؟ البدائل توفير كل الانشطه واكتشاف المواهب بالنسبه لطفلك اللي ممكن يستخدمها في البيت. ممكن تحفزه مثلا لعبه زي الميكانو، يركب ويفك حاجات كتير ودي بتشغل وقت وبتاخد فتره. ممكن مثلا لو عنده موهبه الرسم تكتشف الحاجات دي. ممكن تفكر له في هوايات بديله، زائد ان في رياضه، الرياضه دي مهمه جدا. ممكن تفكر له حتى انت كمان لما تساعد ابنك ان هو يطلع من الحاله دي، اشركه في الحاجات اللي انت قررت ان هو يعملها جديده عشان يبقى واخدك قدوه وحابب ان هو يعمل. تعالى مثلا نركب انا وانت مثلا حاجه، تعالى انا وانت مثلا نرسم الرسمه دي. الوقت اللي مع العيله اللي بيتقضى، يعني انا فاكره احنا ايامنا واحنا صغيرين احنا كان عندنا دايما كده ايام نقوم كلنا كاسره نقعد نتفرج على فيلم مع بعض. بابايا كان ياخدنا نروح نعمل اللي هي بيكنيك، اللي هي نقعد في الجنينه مع بعض وناكل احنا وقرايبنا وبتاع واصحابنا وجيراننا. يعني كنا بيبقى في وقت للعيله فعلا. انا ما بشوفش ده دلوقتي كتير للاسف الشديد. العواطف اللي موجوده ما بين الاسره وما بين اولادها اختفت، بقت ماديه اكتر. اختفت. انا عايزه اوفر لهم الراحه والحياه المرفهه، ولكن اكتر دايما من بقول مقوله شهيره جدا، وقتك لابنك اهم من فلوسك لابنك. اكيد. ليه بقى؟ لان ماشي انت بتوفر الماديات، تلبسه كويس بتشربه كويس، بس فين الاحتواء النفسي اللي انت قدمته لابنك؟ فين ان انت نزلت من مستوى تفكيرك لمستوى تفكيره؟ فين ان انت سمعته؟ فين ان انت عرفت ابنك بيفكر في ايه؟ فين ان انت منعت ان غلط ممكن يجي عليه، او اديته الصلابه النفسيه اللي تقدر تحميه في يوم من الايام ان هو يحمي نفسه؟ في الاخر الولد بيطلع فاضي عشوائي متخبط مش فاهم اي حاجه في الدنيا. ممكن ينحرف بسهوله، ممكن يبوظ بسهوله طبعا. ممكن اي حد من بره من اصدقائه يؤثر عليه، لان انا ما عملتلوش الصلابه النفسيه اللي اقدر من خلالها اخليه واقف على ارض صلبه. ما ده اللي احنا خسرناه. محمد ابو العمده، صباح الخير يا دكتور محمد، والجميله نهاوند وكريم اشكرك. عندي طفلين، الولد دايما عايز المحمول في ايده للالعاب او التلفزيون للكرتون. يعني فكره برضو ادمان الالعاب الالكترونيه. انت ممكن تخليه طالما هو عايز حاجه من الاثنين، خليه يستغنى عن الموبايل شويه، خليه يقعد يتفرج على التلفزيون ده مفيش مشكله، شغل له كرتون خليه يستفيد مفيش مشكله. انت عندك طالما هو بيحب حاجه من الاثنين، خد الحاجه اللي فيها ايجابيه اكتر شويه، ابعد عن الحاجه اللي فيها سلبيه مفيش مشكله. وزي ما انا قلت اهتموا بالحاجات اللي فيها تعاليم مفيده لاولادكم. يتعلم مثلا حاجات جديده، يتعلم لغه جديده، يتعلم مثلا لغه عربيه جديده. الحاجات دي بتفرق مع الولاد جدا وبتضيع الوقت معاهم. طيب علشان الوقت نحاول ناخد كده على قد ما نقدر، مش عارفه هنلحق ناخد تاني. بس محمد عبد الله يعني اسئله تانيه بيقول: صباح الورد والياسمين على احلى جمهور في الكون، جمهور نادي القرن الاهلي والمتالقات. طيب شكرا. كيف لنا ان نبعد ابنائنا من ادمان الالعاب على الهواتف المحموله؟ دي نقطه على فكره كويسه جدا اللي اثارها، لان احنا ممكن يعني ما يبقاش على التليفون العاب كتيره، فكده حتى لو الام هتدي لابنها التليفون يقعد يلعب بيه، هو مش هيبقى عنده اوبشنز كتيره، فممكن ما الوقت هم بينزلوا العاب من اليوتيوب. بس فيها كنترول بتهيألي. بس في حاجه انا عايز اقول عليها، قصه مهمه ازاي. قبل ما افكر ان انا اقول لابني او ان انا بطلب من ابني ان هو يبعد عن اليوتيوب، ان هو ما يتفرجش على حاجات كتير، ما انا برضو انا عايز احسسه ان انا موجود معاك، وان انا برضو طبعا. زي ما بامرك ان انت تعمل حاجه انا موجود معاك في الحاجه دي، وان انا هشاركك في تفاصيل مهمه جدا وهضيع عليك الوقت الفراغ اللي موجود، وحسسك زي ما انا مهتم بيك ان انت تبطل الحاجه دي، انا كمان مهتم ان انا اكون موجود جنبك. ما دي نقطه مهمه جدا، ان الاسره عايزه ايه؟ ابني يبطل ما يتفرجش على اليوتيوب. طب والاسره فين؟ طب وحضرتك فين؟ الاب والام فين؟ لا، انت قول له بطل وساعده ان هو يبطل، اقف جنبه دعمه اديله من وقتك اسمعه خرجه. طب تقول ايه بقى حضرتك لما تشوف ان في اسره مكونه من زوج وزوجه وابن وابنه وقاعدين مع بعض في بيت واحد او في اوضه بالظبط، ما بيشيلوش عينهم من على الموبايلات وبيتقابلوا مع بعض بالصدفه في الطرقه؟ دي حاله الصحه النفسيه سميتها في اخر ابحاثها الاغتراب العاطفي. ان احنا كلنا نبقى قاعدين مع بعض جسديا وليس روحيا. ان احنا قاعدين بس ما حدش فينا حتى ممكن تكلم حد وهو ماسك الموبايل، ها بتقول ايه؟ مش مركز. كل الابلكيشن على الموبايل بيستخدمه، حد بيكلمه هنا، بيكلم حد هنا، بيعمل حاجه هنا، شغل جاي له هنا. فدي اسمها الاغتراب العاطفي. دي الحاله فعلا اللي عملت حاله من البعد والجفا
ودي اللي فعلا للاسف الشديد موتت العلاقات الاجتماعيه ما بين الاسره وما بين الناس. انا يعني هضطر ان احنا نختم بالحركة قلته، بس ده واقع يعني واقع هنختم بيه، مش عارفه هنقدر نغيره ولا لا، لان انا زي ما بقول لحضرتك احنا مش عمالين نقول الناس اتغيروا، احنا اصلا كده احنا كمان، فاحنا محتاجين احنا كمان نحاول نركز، نحاول نغير من نفسنا، لان انا بقول لحضرتك انا بعترف انا مدمنه الموبايل، يعني انا ما بسيبش الموبايل دلوقتي غير على الهوا، مش مضطره يعني غير كده هنرجع نمسك موبايلاتنا تاني اول ما الهوا بيخلص على طول، حتى واحنا بنعمل اجتماعات يعني طبعا ده غلط، على قد ما بقدر بحاول اسيطر، بس احنا الكبار خدنا على كده. انا مش بخاف على الكبار نفسيا لان الموضوع بيبقى فيه كنترول، كل انسان بيعرف ايه الغلط وايه الصح. لا الكنترول اه ماشي، انت بتقعدي وقت بس تقدري تحمي نفسك من حاجه غلط، لكن الطفل الصغير للاسف الشديد هو اداه مستخدمه ان هو ينحرف بسبب هذا الشيء او ان هو يتاثر بهذا الشيء، دي مشكله. دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه وتعديل سلوك الاطفال، نورت الدنيا وسعداء بوجود حضرتك معانا. انا اللي سعيد بوجودي معاكم على قناه النادي الاهلي العريقه، وصباح الخير على كل جمهور الاهلي العظيم. نورتنا يا دكتور، وزي ما كنا بنقول هو ملف مهم لكن ما انتهاش لسه، هو لسه هنفضل نتكلم فيه مره واثنين وثلاثه غايه لما فعلا نقدر نحس ان في تغيير ملموس في نفسنا الاول وبعد كده في المجتمع وفي اسرنا اكيد. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.